دير الزور 17/12/2012 هيئة إعلام دير الزور. تكدس القمامة نتيجة للحصار المفروض على المدينة وعدم قدرة عمال مدينة دير الزور القائمون على هذا العمل بإخراج القمامة إلى المكبات بالخروج من المدينة بسبب الأخطار التي تواجههم من اعتقالات وقتل من قبل عصابات الأسد. نرى تكدس القمامة على أطراف شوارع مدينة دير الزور وأحياء مدينة دير الزور. دير الزور 17/12/2012 هيئة إعلام دير الزور.